مرحبا، أهلا وسهلا بكم. تصاعدت وتيرة الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم لتشمل مدن العاصمة الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان بعد آخر هدنة دامت لخمسة أيام لم يتم تجديدها بعد. هذا وتحدثت مصادر إعلامية عن أعمال نهب واسعة للممتلكات في الخرطوم ودارفور. هل يقبل طرفا الصراع بوقف جديد لإطلاق النار؟ وهل تفلح جهود الاتحاد الأوروبي في إنهاء الصراع؟ لماذا تحذر الأمم المتحدة من كارثة إنسانية؟ نبض العالم لهذا الثلاثاء نناقش فيه أيضا تطورات الأزمة اليمنية بعد تجدد الاشتباكات خلال الأيام الماضية بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في عدد من جبهات القتال، وسط استمرار الجهود الأممية والدولية الرامية لإحياء مسار السلام في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو 9 سنوات. لماذا تأخر الحل في اليمن؟ وإلى ما يؤشر استئناف المواجهات المسلحة؟ وما ملامح الخطة الأممية لإنهاء الأزمة؟ تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الثلاثاء باستخدام الأسلحة الثقيلة وسط الخرطوم والمدن المحيطة بها، في وقت تحدثت وسائل إعلام محلية عن أعمال نهب واسعة للممتلكات في الخرطوم ودارفور. وسط سيل من الاتهامات ببدء القتال أولا وارتكاب خروق خلال سلسلة من الهدنات التي لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات في السودان، اندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان يومان فقط بعد انقضاء آجال الهدنة الأخيرة التي رعتها السعودية والولايات المتحدة بتاريخ 4 من شهر ماي، مع الإشارة إلى دعوة الرياض وواشنطن إلى الاتفاق على وقف جديد لإطلاق نار يكون أكثر فعالية. وسائل إعلام محلية أفادت أن الاشتباكات دارت بالأسلحة الثقيلة وسط الخرطوم بالتزامن مع تحليق طائرات حربية في سماء العاصمة، ناهيك عن سماع دوي انفجارات قوية ومتتالية في جنوب أم درمان. في خضم ذلك واصل الطرفان في حرب التصريحات بين تأكيد ونفي للسيطرة على نقاط ومواقع في العاصمة الخرطوم. ومع تصاعد وتيرة القتال تحدث شهود عيان عن أعمال نهب واسعة للممتلكات في الخرطوم ودارفور. على الصعيد الإنساني تسبب الاقتتال المستمر منذ أفريل الماضي في نزوح أكثر من 1,200,000 سوداني داخل البلاد وفق تقديرات الأمم المتحدة، التي أشارت أيضا إلى فرار نحو 400,000 شخص نحو دول الجوار. لمتابعة تطورات الأزمة في السودان ينضم إلينا أو نسعد بأن يكون معنا من لندن الصحفي أنس الإمام عبر سكايب. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ أنس. طبعا
نبدأ من الاشتباكات التي دارت بالأسلحة الثقيلة وسط الخرطوم اليوم بعد مواجهات متزامنة في مدن العاصمة الثلاث. كيف تصف لنا الوضع على الصعيد الميداني؟ نعم، على الصعيد الميداني في حاليا مجموعات كبيرة من معارك دارت في خرطوم، في منطقة الخرطوم بحري وفي منطقة أم درمان، في مناطق كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع الفترة السابقة. حاليا ممكن نقول أن الجيش الآن بدأ في مرحلة الهجوم، وبعد إنزال بعض وحدات المشاة شاهدنا بعض الصور لقوات الجيش السوداني في أحد الشوارع الرئيسية في مناطق أم درمان، مثلا مثل شارع الأربعين والشوارع الرئيسية المحيط أيضا بالأماكن الحيوية. هنالك الآن تحرك كبير، وهنالك دويل للمدافع، هنالك قصف للطائرات في مناطق شرق النيل ومناطق الخرطوم. فهي حاليا الآن ممكن أن نقول ما يدور الآن هو الآن الفترة كانت الجيش فيها كان يحتمي داخل معسكراته احتراما للهدنة، ولكن الآن بعد انتهاء الهدنة رأينا مجموعة من العمليات الهجومية التي يقوم بها قوات الجيش السوداني. وأصلا الهدنة عندما كانت موجودة لا كانت توجد هنالك هدنة بالمعنى المعروف، ولكن هنا الآن الاشتباكات أصبحت أكثر قوة، أكثر حراسة، هناك استخدام قوي للمدفعية التي كنا نشاهدها في بعض الأحيان، ولكنها من يوم البارحة واليوم هناك استخدام بقوة جدا، حتى يعني تعتقد إنه الجيش الآن يعمل على استراتيجية ضرب قوات الدعم السريع في الكتل المتواجدة فيها حالياً. نعم. داخل المتواجدة فيها، نعم، داخل المنطقة. نعم أستاذ أنس، أنت قلت أن الجيش بدأ في الهجوم، هل نحن أمام توسع للمواجهات أم لا زالت منحصرة في نفس المناطق؟ لا، هي نفس المناطق التي كانت موجودة فيها الفدرال سابق قوات الدعم السريع، والآن أصبح الآن هجوم من الجيش على هذه القوات حيث يتم ردعها، لأن الآن قوات الدعم السريع أصبحت ليس لها أثر أمني أو عفوا عسكري للجيش السوداني، ولكن لديها أثر أمني مباشر على المواطن، حيث نرى أن القوات ما تقوم به من عمليات سلب ونهب وكل للأمن واغتصابات وقتل أصبحت الآن تهدد المواطن بصورة مباشرة. لذلك أعتقد أن عمليات الجيش اللي ذهبت من الأمس واليوم كانت لتقليل هذه الظواهر السالبة، حتى بدأ الجيش من فترة في استخدام في تطبيق أو أبليكيشن لمساعدة المواطنين للتبليغ عن قوات الدعم السريع، عن أماكنها، حيث أين توجد، لأنها الآن أصبحت توجد في المنازل وتتخذ المواطنين دروعا بشرية. فهنا الآن أعتقد أن الجيش يتحرك الآن في منطقة الهجوم والحفاظ على مكتسبات والحفاظ على حياة المواطنين التي كانت أصبحت مهددة بالفترة السابقة. نعم، ومعنا مباشرة من الخرطوم اللواء المتقاعد أمين إسماعيل، عفوا، مرحبا بك السيد أمين. نتحدث عن المواجهات أو ارتفاع حدة هذه المواجهات في المدن أو مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان. كيف تنقل لنا هذه المواجهات عسكريا السيد اللواء؟ مرحبا بك ومرحبا بك الكريم. حقيقة المواجهات الآن هي في الأطراف وليست في داخل المدن، باعتبار أنه الأهداف الاستراتيجية اللي كانت لقوات الدعم السريع انتهت منذ الأسبوع الأول. الآن هي مجموعات غير متماسكة، يبدو أن هنالك في مشكلة في القيادة والسيطرة، كل مجموعة تبع ما يحلو لها، سواء كان سلب نهب في دخول في مستشفيات، احتلال مساكن مدنيين. أيضا هذا التصعيد العسكري ارتبط بانتهاء الهدنة الثانية في جدة وتعليق المفاوضات، سواء كان بواسطة القوات المسلحة التي كانت ترى الدعم السريع لم يلتزم بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاق جدة،
أو عبر الوساطة نفسها التي علقت المفاوضات، وبالتالي كان هناك تصعيد كبير جدا من جانب القوات المسلحة لطرد هذه المجموعات خارج العاصمة. وبدأت الآن تظهر صور لمحاولات الهروب وارتداء أزياء مدنية والخروج أيضا من بعض المساكن المدنية وسرقة السيارات والأموال ومحاولة الوصول بها غربا إلى مناطق الحاضنة القبلية لهذه القوات. نعم السيد اللواء الدكتور أمين إسماعيل، طبعا نتحدث عن مدن أخرى، أم درمان، نتحدث عن دارفور، ألا ترى أن ما يجري يوحي بأن الحل العسكري أو الحسم العسكري بات هو الورقة التي يعني يعمل بها في الميدان؟ نعم، أصلا من يريد أن يفاوض لابد أن يكون موقفه في الميدان موقف ممتاز على صعيد السيطرة وعلى صعيد الخسائر. لذلك ما يدور الآن هو من ناحيتين، من ناحية محاولة حسم المعركة، وأقصد هنا جانب القوات المسلحة السودانية، والجانب الآخر هو من محاولة الطرفين لإيجاد موقع تفاوضي قوي على الأرض، لأن قوات الدعم السريع الآن حقيقة تعاني، هي تعاني من غياب القيادات، من غياب القيادة والسيطرة، وبالتالي مسألة الحسم هي نفسها لديها عوامل كثيرة، من يملك النفس الطويل، من يملك خطوط الإمداد، من يملك الحاضنة الشعبية داخل المدن، المدن الثلاثة المكونة للعاصمة القومية. وبالتالي أعتقد في تقدير القوات المسلحة قوات عريقة، لديها مصانع، لديها مخازن مستودعات، لديها قوات جوية، لديها مدفعيات، لديها مدرعات. ليست هنالك مقارنة بينها وبين القوات المتمردة التي تمردت على القوات المسلحة، والهدف هو طبعا محاولة الاستيلاء على السلطة. إذن نحن أمام مقارنة غير منطقية، وبالتالي محاولة الحسم هي تميل الكفة للقوات المسلحة، ولكن الجميع يرى أن التفاوض الآن هو لأسباب إنسانية وليس لتوقف المعارك فقط للحل السلمي. نعم دكتور أمين، كسؤال آخر، طبعا عبد الفتاح البرهان أكد اليوم على ضرورة التزام المتمردين على حسب قوله بفتح مسارات للمساعدات الإنسانية والخروج من المشافي والمنازل لنجاح منبر جدة، هل هذا شرط يمكن أن يحيل الأزمة على مزيد من الاقتتال؟ هذا الحديث قدم منذ الهدنة السابقة بأن الاتفاق الأول الذي أبرم في جدة لم تلتزم به قوات الدعم السريع، والذي تحدث صراحة عن خروجها من منازل المدنيين وفتح الشوارع والمسارات وأيضا الخروج من المستشفيات. لا يعقل أن تكون هناك قوة مسلحة تحتل المستشفيات وتحولها إلى سكنات، وهي تتحدث عن الانتقال الديمقراطي والمدنية وتسليم السلطة للشعب. فأي شعب الآن هو يأتي إلى المستشفى ويجد قوات الدعم السريع قد احتلت المستشفى. هذه ليست اشتراطات، وإنما هي وجهة نظر تم نقلها إلى الوسطاء، والوسطاء أيضا يشاهدون ويعلمون عبر الأقمار الصناعية وعبر المسيرات من الذي يخرق ومن الذي خرق الهدنة وأدى إلى إفشال الهدنة. أعتقد أنه الأمر واضح وصريحات واضحة، ولكن مسألة الانتقام والسلب والنهب والتدمير والحرق هذه تصرفات قوات منهزمة، قوات فقدت بوصلة القيادة، ليست لديها أهداف تحققها، وبالتالي أعتقد أنه يجب على الوسطاء الضغط مباشرة على قوات الدعم السريع للانسحاب من هذه الأعيان المدنية التي تتناقض مع اتفاقيات جنيف وبروتوكولات جنيف الخاصة بالقتال في المناطق المدنية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. نعم دكتور، كيف تفسر رفض الجيش الجلوس إلى طاولة التفاوض؟
في تقديري هو مناور وليس رفض، ولكن علق التفاوض ما لم تلتزم الدعم السريع بالتزاماتها في الهدنة. هنا نحن في مرحلة مناورة في التفاوض، باعتبار أنه على الوسطاء الآن لأن المفاوضات غير مباشرة، فيجب عليهم توضيح للدعم السريع كيف لم تخرجوا. نعم الدكتور أو اللواء تفضل. مازال تفتح المسارات بين الامتناع وبين التعاون وستكون هناك التفاوض، وربما نصل إلى وقف إطلاق النار دائم. نعم أشكرك جزيل الشكر اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب الخبير الاستراتيجي، كنت معنا مباشرة من الخرطوم عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نعود إليك الأستاذ أنس الإمام. طبعا الدكتور قال نحن في مرحلة مناورة التفاوض، أو هذا الذي يقوم به الجيش السوداني. نعم يعني قد يكون كلمة، أنا أختلف في كلمة مناورة، ولكن أعتقد أن هنا هذا الشرط وليس مناورة، لأنه الاتصال اللي تم اليوم ما بين الفريق البرهان ووزير الخارجية السعودية، الذي أعلن فيه فريق البرهان أنه يمكن العودة إلى منبر جدة ومع إذا تمت خروج قوات الدعم السريع من المنازل ومن المستشفيات ومن غيرها من الأعيان المدنية. فأعتقد أن هذا شرط وشرط أساسي لاستئناف المفاوضات، لأنه كل ما تم في الفترات السابقة كان هذا الشرط شرطا أساسيا لم تلتزم به قوات الدعم السريع إلى الآن. فكيف يمكن أن تقوم باستئناف المفاوضات وهنا هذا الشرط الأساسي لم يتم العمل به؟ فنعتقد أن هذه ليست مناورة بل هو شرط أساسي حاليا. ولكن على جانب آخر هو اتفق مع كما قال اللواء الدكتور أن هنالك من يكسب في الميدان أو من يفرض شروطه في الميدان يمكن أن يحظى بأشياء أفضل في المفاوضات التي يعني المتوقفة الآن. هناك أكثر من منبر أو أكثر من مجموعة طرحت الآن منابر جديدة للتفاوض، ولكن حتى كل هذه المنابر لن تفعل أي شيء ما لم يتم حل هذه المعضلة. وأيضا إذا خرجت هذه القوات فأين تذهب؟ يعني إذا كانت المعسكرات حاليا تم تدميرها، يعني يجب أيضا وفتح مسارات آمنة لهذه القوات ودعم السريع، لأنها الآن محاصرة، تم كسر شوكشة كسر يعني المعدات العسكرية، ليست لديها الآن قدرة على القتال لمساحات أطول، فلا بد أيضا من تأمين مسارات آمنة لهذه القوات حتى تخرج إلى مناطق أخرى أو تم نزع سلاحها أو غيرها من الترتيبات الأمنية الأخرى. نعم هل هذا وارد؟ طبعا مالك عقار طالب طرفي الصراع بالخروج من الخرطوم. هذا يعني يعني بإمكانية إمكان صعب، يعني الخرطوم حاليا هي ليست كأي مدينة، الخرطوم هي عاصمة البلاد، هي المركز الحيوي، هي المتنفس لكل أهل السودان. يعني فهذا المركز الرئيسي للأعمال، المركز الرئيسي لكل ما يدور في السودان. يعني فليس من هذا من الصعوبة بمكان تنفيذ هذا الشرط، ولكن لا يمكن بقاء هذه القوتين الاثنين في الخرطوم مرة واحدة. فيعني لا أعتقد أن هذا الشرط قابل للتحقيق. نعم كيف ترى الهدنة التي أو الهدن التي توالت طبعا والتي خرجت من جدة، هل فيه أمال لتجديد أو الوصول إلى هدنة أخرى؟ لا أعتقد إذا تم التوقيع، حتى إذا تم إرجاع المنبر جدة، وحتى إذا تم التفاوض من جديد، لن تتوقف العمليات العسكرية نهائيا ما لم يكون هنالك نصر عسكري واضح، حيث يتم أيضا من ثم إعلان أو التفاوض مرة أخرى. ولكن في ظل هذه الظروف، في ظل هذه الأيام التي تشهد يعني وجود لقوات الدعم السريع في داخل الأماكن الحيوية، في ظل وجوده في بعض المناطق، لا أعتقد أن هنالك يمكن
أن تكون هنالك عودة للتفاوض من جديد بنفس الشروط بنفس الآليات، ما لم يتم حسم بعض الأمور العالقة التي وضعتها هذه الاتفاقية. أيضا على ذكر الضغوط أيضا التي يعني مورست على الاثنين، هنالك أيضا بيان الاتحاد الأوروبي يعني الذي أشار أيضا إلى أنه ضرورة وقف القتال وضرورة أن الخروج من الأماكن المدنية، ولكن أعتقد أنه مشكلة هذا البيان أنه ساوى بين الاثنين، ما بين قوات الدعم السريع وما بين قوات الجيش من حيث الفعل ورد الفعل، باعتبار أنه هنالك خروقات تم توثيقها تم تأكيد عليها، ولكن مشكلة منبر جد أنه لم يسمي في كل الفترات السابقة من الذي اخترق الهدنة. كان تخرج هنالك بيان فضفاض، بيان شامل كامل، يقول هناك تم الاختراق تم قصف تم، ولكن لم يحدد مسؤولية من تم هذه خرق الهدنة. أعتقد أنه في نقطة الاتحاد الأوروبي، مبعوثة الاتحاد الخاصة طبعا إلى القرن الأفريقي أنيت ويبر قامت بجولة في عواصم الخليج، شملت الأسبوع الماضي المملكة العربية السعودية لإجراء مشاورات بشأن السودان. هل برأيكم ينتظر من الاتحاد الأوروبي دور مهم يوقف الاقتتال؟ يمكن أن يساهم بالضغط يعني، ولكن أن يوقف القتال من أجل ماذا؟ يعني هناك أيضا لم يعني توضح الرؤية أن الجميع يريد إيقاف القتال، الجميع يريدون إيقاف الحرب، ولكن هنالك أمور لا يجب حسمها في الأول حتى يتم إيقاف الحرب حتى لا تتجدد مرة أخرى. في ملفكم اليوم فيها في نبض العالم هناك مشكلة اليمني، فأعتقد مشكلة اليمني متشابه كثيرا مع يدور حاليا مع المشكلة السودانية. هنالك نعم، فأعتقد إنه تشابه الملفات أيضا. فهناك إذا لم يتم حسم هذه الأمور حتى لا تنتقل هذه المشكلة إلى 9 سنوات أو سنوات أخرى، هناك مشكلة أمنية. واحد، يجب خروج قوات الدعم السريع من المستشفيات من الأعيان المدنية، خروجها من كافة الأماكن، ومن ثم الجلوس للتفاوض عن كيفية انسحابها. ولكن وجود جيشين في منطقة واحدة، هذا وإن تم الاتفاق على تفاوض وإن تم الاتفاق على عملية سلام، هذا تأجيل للمشكلة فقط وليس حل نهائي. كأنك تقوم بتخدير المريض ولكن لم تقوم باستئصال أو بحل مشكلة المرض للمريض. فأصبحت هذه القوات موجودة نعم في الميدان، قوات الجيش وقوات الدعم السريع، ولكن لا يمكن أن وجودهم الاثنين يمكن أن يساهم في وقف إطلاق النار على المدى الطويل. نعم، هل يراد لما يحدث في السودان أن يطول، أن تستمر هذه المواجهات؟ وأنت ذكرت يعني شبهت بين ما يحدث في اليمن وما يحدث الآن في السودان. نعم، حاليا نعتقد أن كل الظروف الآن مهيئة من أجل استمرار المشهد السوداني مثل المشهد اليمني، خصوصا من القوى الدولية الفاعلة التي تريد من السودان عدم الاستقرار. يعني نفس الموضوع نفس المشكل، جيش نظامي مقابل ميليشيا من ميليشيا محلية، ومن ثم هنالك بعض الدول التي تساهم في إشعال الحرب. نعم، هنالك ما الأهداف؟ نفس النموذج اللي هو الأهداف الاثنين، الذهب ما باطن الأرض والمنافذ، يعني باعتبار أنه في ثروات السودان حاليا أصبحت الآن بدل تكون نعمة أصبحت نقمة للسودان، بحيث أنه الآن أصبح دول تتكالب تحديدا على الذهب وبعض المعادن الأخرى من البترول وغيره. ورأينا حاليا ما يدور حاليا في روسيا، ما يدور حاليا في هذه الدول مع فاغنر التي لها وجود ظاهر وبائن في الأزمة السودانية، وجودها من أجل الذهب السوداني. هناك أيضا بعض الدول العربية لديها مطامع في الموانئ السودانية، لديها تريد أن تكون لديها وجود في هذه المنطقة. روسيا أيضا كانت توقعت من قبل من الحكومة السودانية السابقة من أجل إقامة قاعدة عسكرية في منطقة بور سودان في شرق السودان. فهذا المشكلة السوداني أنه وقع في منطقة جيوسياسية مؤثرة، جيوسياسية مضطربة يعني وحيوية أيضا مضطربة وحيوية أيضا نعم. فلا بد أيضا من حل هذه المشكلة،
والتدخل الامريكي يحتقد في شان هذا السودان ليس يحتقد من اجل عيون السودان ولكن من اجل الحفاظ على المكاسب السودانيه عفوا المكاسب الامريكيه في المنطقه وايضا فرنسا التي كانت لديها وجود في منطقه الغرب الافريقي في تشاد في النيجر في غيرها الان فقدت هذه المناطق وهذه الدول في صالح روسيا فأعتقد أنه الآن الصراع أصبح الآن صراع يمكن أن يكون دوليا يمكن أن نرى بعض القوات إذا لم يتم حل المشكلة في الزمن القصير وفي الزمن الأقرب وقت ممكن حتى لا يتم في تدويل هذه المشكلة السودانية نعم ثم تتعقد أكثر نعود أكثر. إلى الجانب الإنساني أستاذ أنس طبعا وفقا للأمم المتحدة تسبب الاقتتال المستمر منذ 15 أبريل الماضي إلى أو في نزوح 1,200,000 سوداني داخل البلاد و 400,000 آخرين إلى دول الجوار مع استمرار الأزمة هل نشهد مستوى آخر من التدهور الإنساني؟ نعم أكيد يعني الآن إحصائيات تتحدث الآن الخرطوم تحديدا المستشفيات المستشفيات الآن 60 مستشفى داخل العاصمة الآن خرجت تماما من الخدمة لا يوجد أي مستشفى من 60 مستشفى حاليا لاستقبال المرضى من جملة 90 مستشفى فنحن نتحدث الآن عن ضغط كبير للمستشفيات العاملة ضغط كبير للمستشفيات من حيث الكوادر الصحية أيضا من حيث المحاليل الطبية الموجودة التي أصبحت الآن نادرة في ولاية الخرطوم أو في بعض المناطق الأخرى فأعتقد أن كل ما تطول المدة كل ما تتأزم هذه الأزمة أكثر وأكثر والمتضرر الأول والأخير منها المواطن المواطن أيضا على المستوى الشخصي الآن فقد كثير من ممتلكاته من السيارات من مدخراته بسبب عصابات السل والنهب التي تقوم بها قوات الدعم السريع بالتنسيق مع بعض العصابات المحلية داخل الخرطوم فأصبح الآن هذه المشكلة الأمنية مهددة للمواطن في المقام الأول ومن ثم هنالك مشكلة عسكرية الآن أصبحت تتقلص شيئا بعد شيء فاتفق معك كل ما تطول هذه المدة كل ما تتأزم المشكلة الإنسانية أكبر وأكبر نعم الأمم المتحدة حذرت بدورها من كارثة إنسانية ما هي السبل لتجنب هذه الكارثة أو على الأقل الحد من آثار هذه الكارثة الإنسانية قدمت الأمم المتحدة في الفترة السابقة يعني بعض المقترحات التي أراها ممكن مقترحات جيدة اللي هو فتح الممرات إنسانية ممرات إنسانية تمكن من الأمم المتحدة من إيصال المساعدات من إيصال هذه المساعدات إلى المحتاجين إلى المناطق الحوجة للمواطنين بصورة مباشرة فأعتقد إن إذا تم استئناف هذه المفاوضات أو استئناف أي شيء آخر يمكن أن يساهم في حد المشكلة وهو فتح المنافذ الإنسانية حتى يمكن المواطنين بالقيام بالتسوق القيام بالذهاب إلى شراء الحاجات الأشياء للذهاب للمستشفيات لتلقي العلاج خصوصا نحن الآن نشهد الخرطوم الآن أصبحت منطقة يعني في حربية فتجدد الإصابات التي تصيب المواطنين يمكن أن يتأذى بها ولكن إذا وجود مستشفيات يمكن أن تخفف من الأزمات التي يعاني منها المواطنين فأعتقد المسارات الآمنة يمكن أن تسهل هذه الأمر نعم نعود إلى المسارات أو المقترحات من أجل تسوية الأزمة في السودان ماذا عن الجهود السعودية الأمريكية حتى نبقى في السياق دائما هل من تطورات بخصوص المحادثات التي تحتضنها جدة طبعا المعلقة لحد الآن نعم هي إلى الآن هي معلقة ولكن وردتنا بعض التسريبات بأنه سوف يكون هناك استئناف لبعض هذه المفاوضات خصوصا مع ظهور منابر أخرى هناك منبر الاتحاد الإفريقي يريد أن لديه مبادرة هناك المبادرة المصرية القطرية أيضا لديه مبادرة مبادرة جنوب السودان مبادرة الإيجاد مجموعة من المنابر ومجموعة من الدول لديها أيضا رؤية أيضا أو مفاوضات لتقريب وجهات النظر وأعتقد أن مفاوضات الأمريكية السعودية هي الأقرب من حيث أنها قطعت الشوط أول في الفترة الأولى وأعتقد أن بقاء ممثلي الجيش السوداني وممثل الدعم السريع في جدة إلى يومنا هذا هو أيضا
دليل على أن هنالك لديهم رغبة في استئناف المفاوضات، ولكن هل تكون المفاوضات مثل المرات السابقة؟ فهذا يمكن هذا السؤال. نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي الأستاذ أنس الإمام، كنت معنا مباشرة من لندن عبر سكايب. شكرا جزيلا لك على كل التفاصيل التي قدمتها. مشاهدينا نبض العالم متواصل معكم من الجزائر الدولية، ابقوا معنا. زار مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندنبرغ الاثنين العاصمة العمانية مسقط، والتقى بمجموعة من كبار المسؤولين العمانيين وكبير مفاوضي جماعة الحوثي محمد عبد السلام لبحث سبل الدفع بجهود السلام الجارية في اليمن، كما عقد مباحثات متعددة في السعودية وسلطنة عمان تناولت طبعا سبل دفع هذه الجهود. إلى ذلك اندلعت مواجهات في عدد من الجبهات خصوصا في محافظتي مأرب وتعز بعد حالة من الهدوء النسبي استمرت لأشهر. لتسليط الضوء أكثر على الموضوع نسعد بأن يكون معنا مباشرة من الرياض المحلل السياسي منيف عماش الحربي مباشرة عبر خدمة زوم. عفوا، مرحبا أهلا وسهلا بك. ومن القاهرة نرحب بوكيل محافظة ريم الأستاذ محمد العسل عبر الهاتف، مرحبا بكما ضيفي. دعنا نبدأ معك الأستاذ الحربي. طبعا المبعوث الأممي إلى اليمن التقى في المملكة السفير السعودي لدى اليمن وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية، ما الذي يسعى إليه هانس تحديدا؟ واضح أنه غروندنبرغ يسعى إلى ثلاثية هي استعادة مؤسسات الدولة وأيضا تحقيق الأمن والاستقرار والذهاب إلى سلام دائم، فهو يرتكز على هذه الثلاثية. هو اجتمع بالعديد، اجتمع كان قبل وصوله إلى المنطقة كان في زيارة إلى اليابان وأيضا في زيارة إلى الصين. هو يسعى جاهدا إلى الاستفادة من الزخم الإقليمي والدولي الداعم الآن للحل السياسي في اليمن، ولكن علينا أن نطيل الصبر. واضح أنه هناك نوعا ما تعنت حوثي ورفع سقف مطالب الحوثيين للوصول إلى الحل السياسي. هناك واضح أن الحوثي يشن على الشرعية الآن حرب اقتصادية بالإضافة إلى الحرب العسكرية، لكن إجمالي الأوضاع هي أهدى من السابق. الهدن التي عقدت في 2 أبريل ومددت عدة مرات انتهت في 2 أكتوبر، ولازال نوعا ما الهدنة بشكل عام متماسكة إلى حد ما حتى هذه اللحظة. غروندنبرغ يسعى إلى أن يزاوج أيضا مع مبادرة السلام السعودية اللي طرحت في مارس 2021، وأيضا يزاوج بين الحوار اليمني الذي حدث في العام الماضي 2022 والذي حضر أكثر من 500 شخصية يمنية، وبعدها تم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي. يبدو أن الملف اليمني الآن هو في حالة أفضل من السابق مقارنة بالسبعة أو ثمانية أعوام الماضية. نعم، نعود إليك أستاذ محمد العسل، هل فعلا الملف اليمني الآن في مرحلة أحسن بناء على كل هذه المبادرات واللقاءات والمساعي الأممية والإقليمية؟ شكرا جزيلا أخي الكريم، وشكرا لضيفك الكريم ولكل المستمعين. أنا في الحقيقة رأيي يختلف تماما. يعني يبدو المجتمع الدولي كما ذكرت يريد إنهاء الحرب، المجتمع الدولي و
قيادة التحالف مثلا بالشرق السعودية والشرعية كذلك، لكن والعالم اليوم ينظر وفعلا هناك هدنة، يعني شبه هدنة ومتوقفة والحرب متوقفة هنا وهناك، لكن هي في الحقيقة ستكون حرب مؤجلة. نحن أبناء اليمن ندرك جيدا ونشعر ونعرف جيدا أن الحوثي وميليشيات الحوثي لا تستطيع أن تعيش إلا على الحرب. هذه جماعة إرهابية عنصرية سلالية نازية أقبح وأكبر عصابة عرفها التاريخ اليمني. هؤلاء لا يمكن أن يقبلون بأي هدنة أو أي حوار أو أي سلام، ولنا في هذا أمثلة كثيرة من بداية 2004 أثناء الحروب الستة وما تلاها 2011 أثناء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكان لها مبادرات مؤتمر جنيف 1 جنيف 2 مؤتمر الكويت مؤتمر. أقول أخي الكريم هؤلاء لا يمكن أن يعيشون إلا على الحرب، لا يستطيعون أن يجلسون أن يعيشون هكذا. هم يناورون الآن، يحاولون يناورون بعد، وهناك ضغوط عليهم من قبل المجتمع الدولي ومن قبل إيران تحديدا لكي عندما قبلوا بالهدنة، لأنهم لا يستطيعون أن يعني يعملوا شيء بدون موافقة العميل يعني أو حليفهم الإيراني الذي يتدخل بالشأن اليمني بكل صغيرة وكبيرة للأسف الشديد. فأقول في الحقيقة نحن ندرك جيدا أن هذه الجماعة لا يمكن أن تقبل بأي حوار، وستكون هناك حرب مؤجلة مهما كان حتما بيننا كيمنيين وبين هذه العصابة الميليشيوية التي لا تؤمن بالتعايش مع أحد ولا تريد سلام ولا تريد يعني إنهاء حرب ولا تريد. هذه الجماعة أخي الكريم خلال هذه السنوات العجافة التي حكمت فيها أبناء اليمن عملت في أبناء الشعب اليمني خلال 8 سنوات حقيقة ما لم تعمله إسرائيل في فلسطين خلال 50 عام، من الظلم، من الاضطهاد، من الحرمان، من يعني منعت من الناس رواتبهم، من القتل، من التشهيد، من التهجير. ما في جماعة في العالم هجرت مواطنيها غير جماعة هذه جماعة الحوثي أو اليهود عندما هجروا الفلسطينيين. أخي الكريم نحن اليوم مشردين في كل بقاع العالم أبناء اليمن عندما دخلت هذه العصابة الميليشيوية إلى صنعاء وتريد أن تحكم بقوة السلاح وبقوة الحديد والنار وانقلبت. طيب أستاذ محمد العسل، الحوار الوطني الجامع الذي كان يضم كل المكونات السياسية بمن فيها. سأعود إليك، دعنا نبقى في المسارات الدبلوماسية المساعي الدولية، عفوا المقاطعة أستاذ محمد العسل. نعود إليك أستاذ منيف، طبعا مصادر سياسية كشفت عن فشل عقد اجتماع بين كامل أعضاء المجلس الرئاسي والمبعوث الأممي لليمن، كانت الرياض قد نسقت له خلال زيارة الأخير للرياض. أولا هل هذا صحيح، ولماذا لم يتم اللقاء بجميع الأطراف برأيك؟ لا، لم يرشح أنه هذا أمر صحيح. وأعتقد أنه في كثير من التكهنات الصحفية، ولكن ما في شك أنه رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي يمثل المجلس، وهو 7 أعضاء الآخرين هم نواب الرئيس، ولا يستدعي أن يكون يجب أن يجتمع جوردن بيرغ مع جميع الأعضاء. هناك ما في شك أنه هناك توافق بين هذه الأطراف المشكلة للمجلس الرئاسي، وما بالتأكيد أنه هناك جوردن بيرغ أيضا مع ليندر كينغ، هناك تنسيق هو المبعوث الأمريكي للوصول إلى خارطة الطريق، ولكن يبدو أنه الخارطة الأكثر وضوحا هي المرجعية 3 للأزمة اليمنية، وهي المبادرة الخارجية وآليات التنفيذية وأيضا مخرجات الحوار اليمني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالذات قرار مجلس الأمن 2216. ما في شك أنه الاتفاق السعودي الإيراني اللي تم في وساطة الصين في 10 مارس يشكل نقلة مهمة، لأنه هناك استنادا على هذا الاتفاق على العودة إلى الاتفاقية الأمنية بين الرياض وطهران. الاتفاقية الأمنية بين الرياض وطهران تنص على سلامة المياه الإقليمية، تبادل المعلومات الأمنية في هذا الشأن، منع الإخلال الأمني، ويأتي من ضمنها أيضا تعهدات كما ذكرتها جيروسلم وول ستريت جورنال عندما ذكرت أنه الإيرانيين بدأ توقيف تزويد السلاح بالنسبة للحوثيين، وهذه ما في شك أنه نقلة. أيضا نعرف أنه في جهود كبيرة أصبح
المتحدة الآن في الخليج العربي وبحر العرب وخليج عمان في مراقبة عملية التعريب. في ظني أنه نحن الآن في مسار سياسي دبلوماسي، هناك وساطة سعودية عمانية مستمرة لإقناع جميع الأطراف بالجلوس على طاولة التفاوض، ولكن قد يكون هذا الطريق طويل. ولكن في المشهد العام أعتقد أنه مقارنة بما يحدث سابقا أقل حدة من السابق، الحوثي لا يستطيع الذهاب إلى ما لا نهاية إلى الحرب، ما في شك أنه في نهاية الأمر سيذهب إلى طاولة التفاوض. وأتفق مع ضيفك أنه الإيرانيين يمارسون الضغط على الحوثي للذهاب إلى طاولة التفاوض ولا يستطيع، هو في حاجة إلى الدعم والدعم الإيراني، وإيران تدرك الآن بعد الوساطة الصينية أنها لا تستطيع التنصل من اتفاق 10 مارس مع الرياض. نعم أستاذ محمد، في السياق دائما حتى نسير فيما قاله الأستاذ طبعا عن إعادة العلاقات بين السعودية وإيران، الكثير من الأمل علق على هذه المصالحة، هل برأيك ستذهب بعيدا يعني الأزمة اليمنية وستحل في القريب العاجل؟ أنا أخالف ضيفك الكريم أخي الكريم على ما قال، وإن كان هناك من تقارب بين الجانب السعودي والجانب الإيراني، نحن كيمنيين لا يمكن أن نعيش بهذه الجماعة. والأخ يقول أنه ممكن أن هؤلاء لا يمكن أن يعيشون إلى ما لا سلام إلى ما لا نهاية، وأنهم ممكن يقبلون بحوار أو سلام. أخي الكريم، نحن أبناء اليمن، نحن من شردنا، نحن من هجرنا، نحن من نتعايش مع هؤلاء، نحن من نتواصل مع الناس الذين يقبعون في المناطق التي تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، ويخبروننا كيف تتعامل معهم هذه الجماعة الميليشاوية الخمينية الفاشية والنازية. كما ذكرت أخي الكريم، يعني خلال 8 سنوات عملوا في أبناء اليمن ما لم تعمله إسرائيل في فلسطين خلال 50 عام. أقولها صادقا، واسألوا يعني التقارير الدولية، أصحاب المنظمات، اسألوا، انقلوا كاميراتكم إلى ما يدور في المناطق تحت سيطرة الحوثي. أنا أريد أن أقول للأخ الكريم ولضيفك الكريم وللجميع، إن كان هناك من تقارب سعودي إيراني فليكن هذا دول تخصها، لا 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 لا, لا يعني مانع أن يكون بينهما تقارب أو كذا. لكن نحن في اليمن أقول، وأنا سمعت هذا الكلام حتى من أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، يقول يا نحن يا هذه العصابة، من سابع المستحيلات أن نتعايش مع هؤلاء. فليجلبوا إخواننا السعوديين، حتى لهم الإخوان السعوديين حاولوا وأبدوا حسن نية مع هذه العصابة مع هذه الميليشيات، وذهب السفير السعودي مشكورا إلى 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 صنعاء التحاور ويرتقي تقريبا كذا، ولكن مفضل حقيقة نحن نضمن صديمة هذه. قلت لك هذه الجماعة أولا أمرها ليس بأيديها، ثانيا لا يهمها مجتمع دولي ولا يهمها شيء، جماعة عصابة، هؤلاء يدعون حق الإله بالحق. تخيل يقولون نحن ادان الله، الله نزلنا عليكم يا أهل اليمن. هكذا كيف لنا أن نتعايش مع هؤلاء مع هذه العقول؟ يعني يظنون بأن الناس عبيد لهم وعلينا لهم السماع والطاعة. هذه جماعة لا تؤمن بالشراكة، لا تؤمن بالحوار، لا تؤمن بالديمقراطية، لا تؤمن بلغة الحوار. وإلا فنحن كم يا دعوات من قبل أشقائنا في السعودية، من قبل قيادة التحالف والسلام بالسعودية، دعوات مستمرة وحوارات ومبادرات، وكلها ترفض هذه الجماعة، ترفض هذه العصابة. نحن في الحكومة الشرعية أدينا المرونة وأدينا حسن النية، وحاولنا يعني أن يعني فعلا أنه لابد تنفصل الحرب، لابد قلنا لهذه الجماعة العقلاء منهم تعاور تحاور، يكفي دناء، يكفي تشريد، يكفي تهجير، لكن وجدنا منهم التعنت، وجدنا منهم المراوغة. طيب، والكذب ممكن يراوغون وممكن يكذبون علينا، ثم الحرب ستكون حتما حرب مؤجلة، حتما ستكون حرب مؤجلة يعني، ولا بد أن يعني تعود الحرب مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة. ولذلك لا بد من الحسم العسكري. وللعلم الميليشيات الحوثية اليوم أخي الكريم هي أهون من خيط العنكبوت، والله والله الذي لا إله غيره، نحن نعرف أبناء اليمن. نعم، لكن نريد دعم الجيش الوطني، نريد أن تفتح كل الجبهات، والله لن يستمروا أكثر من أسبوعين. طيب، إلى شهر لن يستمروا. الحوثي لا يوجد له حاضرة شعبية، الحوثي اليوم. طيب، يحكم بقوة سلاح علي عبد الله صالح. طيب أستاذ محمد العاصي، خلال 35 عام بقوة يحكم بقوة الحديد والنار، ليس له حاضرة شعبية.
وإلا لكن الشعب اليمني لا يريد أن يستمر هذا الصدام، لما لا نهاية. نعود إليك أستاذ منيف عماش الحربي، من المتوقع أن يعود الوفد السعودي إلى صنعاء نهاية الأسبوع الجاري، ما الأمور التي سيتم مناقشتها مع الحوثيين؟ هو الذهاب إلى كما حدث في الفترة الماضية، الذهاب إلى الاتفاق على هدنة، وبعدها هناك مسؤول في المجلس مسؤول يمني صرح قبل فترة للشرق الأوسط أنه هناك خطة من ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى الهدنة، ثم المرحلة الثانية التفاوض والحوار السياسي حول مفهوم الدولة وما هي شكل الدولة التي يريدها اليمنيين، والمرحلة الثالثة تكون مرحلة انتقالية ومن ضمنها تشكيل حكومة يمنية انتقالية. هذا ما صرح فيه قبل فترة مسؤول يمني لصحيفة الشرق الأوسط. بلا شك أنه الحرب إلى ما لا نهاية لا أعتقد أنه أن يكون شيء منطقي. الأمر الآخر، خلنا نكون أكثر وضوحا أيضا، أنه أعتقد نعم أنا أتفق مع ضيفك أن الحوثي ليس بهذه القوة وهذا القدرة، ولكن ما جعل الحوثي موجود وموجود على الساحة هو التشظي اليمني، التشظي بين المكونات السياسية اليمنية. لو كان المشهد القوى السياسية اليمنية على قلب رجل واحد أعتقد كان بالإمكان تحرير صنعاء من فترة طويلة، ولكن أيضا الحوثي استفاد بشكل أو بآخر من وجود الخلافات والتباينات بين القوى السياسية اليمنية. لو توحدت هذه الجبهات بشكل فعال أعتقد أن الحوثي هو الطرف الأضعف في المعادلة، ولكن الحوثي وجوده في المعادلة بسبب التجذي وعدم التوافقات السياسية اليمنية. لكن أعتقد أنه مهما يكون، نعم كان حارب الدولة اليمنية في ستة حروب ثم في الأخير ذهب إلى طاولة التفاوض. ماذا على الجميع أن يفعل أن لا يعود الحوثي إلى ما حدث في انقلابه في سبتمبر 2014؟ هو العمل بشكل جاد مع اللجنة العسكرية والأمنية التي تشكلها المجلس الرئاسي، وهو دمج القوى العسكرية والقوى اليمنية بحيث أن تكون هناك عقيدة يمنية عسكرية واحدة ومؤسسات أمنية فاعلة، عندها تكون هيبة الدولة ومؤسسات الدولة، عندها لا يستطيع الحوثي أو غيره الانقلاب على الدولة اليمنية من جديد. نعم أستاذ محمد العسل، نتحدث عما قاله الأستاذ الحربي، طبعا التشظي والخلافات بين القوى السياسية اليمنية هي من الأسباب الرئيسية وراء هذا الاستمرار في هذه الأزمة. طبعا حدوث انفراجة في الملف اليمني مستبعدة في الوقت الحالي، هل برأيك يعود ذلك إلى هذه الخلافات أو التباينات في الرؤى؟ أتفق مع ما قال ضيفك الكريم. بالطبع الحوثي هو استفاد من الخلافات بين أصحاب الصف الوطني وبين المكونات السياسية اليمنية. للأسف الشديد الذي ساعد الحوثي على التمدد وعلى الصمود خلال هذه الفترة هو وتغذية هذه الخلافات بين أصحاب الصف الوطني وأصحاب الصف الجمهوري المؤمنين بالحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة. الحوثي استفاد من هذا واشتغل على هذا. لكن أنا أكرر وأقول وأجزم وأتمنى أن تكون هذه الحلقة مسجلة وستحفظ وستذكرون كلامي يوما ما. صحيح نحن لا مستحيل أن تكون حرب لما لا نهاية، وهذا الصح، ونحن والأصل لغة الحوار، الجميع يعني يغلب لغة الحوار ولغة المنطق ولغة العقل ولغة السلم. لكن من خلال تجاربنا ومن خلال تعاملاتنا مع هذه الجماعة ومن خلال ما نراهم يعملون ويعبثون في المناطق التي يسيطرون عليها، كما ذكرت من سابع المستحيلات التعامل. شلاخ يقول هم قبلوا بحوار يمعن عبد الله صالح أو كذا، أقول غير صحيح، لن يقبلوا. هم عندهم التقية دين رغم أركان الإسلام الكذب، عندما يشعر أنه منهدم ينبطح ويمكن يقول خلينا نعمل، خلينا يسمى تقوية كتورية، ثم يعيد من جديد، يعيد الكرة من جديد ومن جديد ومن جديد. وهكذا أقول ستظل الحرب مؤجلة. يا أخي الكريم يقولون في إعلامهم نريد بكة والمدينة، هكذا في ما مش كلامنا نحن، في إعلامهم والأخ الذي معي يظن يعرف هذا الكلام، والآن يقولون للناس وعملوا عبارة عن كعبة صورية ويقول في صنعاء ويقولون الحج أو لا.
نعم. من من مكة. هذه يا أخي هؤلاء ليسوا من بني آدم، هؤلاء ليسوا مش معترفين بنا، نحن كيمنيين أننا من بني آدم، يقولون أنتم من طبقة كذا ونحن من طبقة كذا. هذا الذي هذه الجماعة التي تدعي الحق الإلهي بالحق كيف لنا نتعايش معها؟ هم يقولون الله أدانا، هذا عبد الملك الحوثي ابن رسول الله هكذا يقولون، حفيد رسول الله يقولون، خليفة رسول الله. طيب أستاذ محمد العسل، نعود دائما إلى الأستاذ منيف عماش الحربي. طبعا خلال اليومين الماضيين، حتى نعود إلى غروندنبرغ وجولاته في المنطقة، أجرى لقاءات مع مسؤولين عمانيين وقيادات حوثية في مسقط. هل خرج أي شيء عن هذه اللقاءات؟ لم يرشح أي أمر، ولكن واضح أنه في جهد أيضا سعودي عماني. نعرف أنه كانت الزيارة الأولى التي حدثت في رمضان، وقد تكون هناك زيارة ثانية للوفد السعودي والوفد العماني، وهم على تواصل. أيضا نعرف أنه محمد عبد السلام الناطق باسم الحوثي موجود في مسقط بشكل شبه مستمر. أعتقد أنه جميع الأطراف الآن تريد الذهاب إلى الوصول إلى الحل السياسي. الحل السياسي يتطلب ضغط من جميع الأطراف، سواء الأطراف الإقليمية أو الأطراف الدولية، ولكن في نهاية الأمر الخيار السياسي والذهاب إلى طاولة التفاوض هو الخيار الاستراتيجي لجميع الأطراف، سواء للحوثي للمجلس السيادي أو للقوى السياسية اليمنية. استمرار اليمن بهذه الحالة إلى ما لا نهاية أعتقد أنه سيعقد المسائل وسيصعب المسائل. وبغض النظر، كلنا نعرف أنه في طروحات عديدة في المنطقة حول أشياء عديدة، ولكن في الأخير المهم استعادة مؤسسات الدولة اليمنية. عندما تقوى الدولة اليمنية، تقوى مؤسسات العسكرية والأمنية وتقوية اللجنة العسكرية والأمنية، أعتقد عند هذه الوضع سيكون هناك استقرار لليمن، ومن الصعب أن يقوم أي طرف ينقلب على الدولة اليمنية. ما حدث كما اتفق ضيفك معي، ما حدث للحوثي هو تشطي القوى السياسية. إذن لنعالج الأمر من جذوره. الاتفاق، المؤسسات والقوى السياسية الوطنية تتفق حول مفهوم الدولة وتعمل سويا لتقوية مؤسسات الدولية العسكرية والأمنية، عندها سيكون الحوثي مجرد فصيل سياسي ضمن الفصائل السياسية اليمنية، ولن يستطيع أن يكون له نفوذ أكبر من ويتجاوز دوره كقوة سياسية. المعالجة الأساسية ليس فقط بالحديث عن الحوثي، يجب أن نتحدث بشكل واضح. القوة السياسية اليمنية يجب أن تتوافق، يجب أن تتحد، يجب أن تتفق جميعا على الدولة اليمنية وعلى تقوية مؤسسات العسكرية ومؤسسات الأمنية. نعم، في السياق دائما طبعا في نهاية الأمر الخيار السياسي والدبلوماسي هو الخيار الاستراتيجي لكل الأطراف، على قول الأستاذ منيف عماش الحربي. نعود إليك أستاذ محمد العسل، طبعا مباحثات سعودية صينية جرت لبحث سبل التوصل إلى حل سياسي في اليمن. هل تتوقع أن الصين قد تلعب دورا كفيلا بنزع فتيل الأزمة؟ على فكرة، وحتى لا يفهم الجميع، نحن مع الخيار السلمي والخيار الاستراتيجي كما ذكر ضيفك، ونحن مع خيار وقف الحرب، مع خيار إنهاء الحرب، مع لكن كما ذكرت وأؤكد وأقول أنه هؤلاء الذي يرفض هذه المبادرات والحوارات وكل ما يقدمه المجتمع الدولي والمصالح المحليين الدوليين هو الحوثي، يرفض ويتعنت ويرفض أي مبادرة تسعى إلى ذلك. أنا في اعتقادي قد تنجح المحاولة الصينية كما ذكرت، لكن في الأخير كما ذكرت الحوثي هو لا يمتلك قراره بيده. الحوثي إذا ضغطت عليه إيران وهناك اتفاق مع دولة إيران من قبل الدول الكبرى، الصين والسعودية وغيرها يتفقون مع إيران، أولا الحوثي هو عبارة عن أداة في اليمن، هو عبارة عن أداة فقط، والكل يعرف بهذا الكلام، أبناء اليمن صغيرا وكبيرا بكورا وإناثا يعرفون بأن الحوثي مجرد أداة إشعار الحرب في اليمن جنوب اليمن من أجل إخلاق الأمن العام للمملكة العربية السعودية. فإذا لم يتم فعلا إنهاء هذه العصابة، أما الأخ يقول أنه ممكن يقبلوا بحوار وممكن يشكلوا حزب سياسي، الحوثي يريد أن يكون مثل حزب الله في لبنان، يريد يعني كيف الآن نقبل مع هذا وهو يمتلك الآن
أعدى أنواع الأسلحة. هل أسلم بالأسلحة للدولة؟ هل بإمكان هل الحوثي اليوم موافق على تسليم أسلحة للدولة ولا يسمح لأي جهة أيا كانت أن تمتلك السلاح الثقيل غير الدولة؟ الحوثي يرفض هذا الكلام، الحوثي يرفض تسليم السلاح، تسليم مؤسسة الدولة، الحوثي هو يقول هو الدولة وهو القانون وهو كذا. ولذلك أخي الكريم نقول هؤلاء من سابع المستحيلات أن يقبلوا بأي حوار ما لم يكن هناك حتم عسكري وكذا والأيام بيننا، وكل هذه الحوارات تذهب أدراج الرياح سواء الدول الكبرى او غيرها، وخليهم يجربوا الحوار مع الحوثي سواء الايران السعوديه او الصين او غيرهم، يجربوا بعدين سيعرفون مدى صدقنا نحن كشرعيه وكابناء اليمن امام هذه العصابه التي لا تؤمن باحد ولا تعترف باحد. هم يقولون نحن ابناء الله، نحن احفاد رسول الله. ما المطلوب من الشرعيه الان؟ هذا ما تقوم به او هذا ما يقوم به الحوثي، ماذا عن الشرعيه؟ ما الذي يجب ان تقوم به في هذه الظروف صعبة على اليمن وعلى شعب اليمن؟ والله أخي الكريم الشرعية حقيقة أدت مرونة وتتعامل بمرونة وبإيجابية عالية وتتعاطى مع أي مبادرة تقدم من هنا وهناك. الشرعية لا تمانع بأي شيء. الشرعية من مطالبها الأساسية أن الحوثي يتخلى عن هذه الإصابة، يعني يشكل حزب سياسي مثله مثل غيره من أبناء المكونات السياسية المختلفة في اليمن. الحوثي يرفض أن يكون حزبا سياسيا، تمام. كذلك الشرعية تطالب أن يسلم الحوثي السلاح، ولا يجب أن يمتلك السلاح الثقيل غير الدولة، ممنوع يمتلك سلاح أي جماعة أيا كانت. هل الحوثي يقبل بهذا؟ الحوثي يرفض ذلك. الشرعية تتعامل بمرونة، الشرعية تتعامل بتتعاطى بإيجابية عالية، وهي مسؤولة عن كل أبناء اليمن سواء حتى في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي. هي مسؤولة على أولئك الناس، والناس اليوم في مناطق سيطرة الحوثي هم يعولون على هذه الشرعية، تخلصهم من هذه الشرذمة الخبيثة السرطانية التي جثرت على السنة اليمنيين خلال 8 سنوات. ما كنا نتوقع أن يكون في أبناء اليمن ومنا وفينا من يأتي ويعمل هذه الجرائم بأبناء اليمن، دمروا المساجد، دعنا نعود إلى الأستاذ الحربي طبعا، أغلقوا مقرات الأحزاب السياسية، أغلقوا القنوات الفضائية. هل أنتم تعرفون هذا الكلام ولا ما تعرفوا؟ هذا من أخذ اليمن جد الحوثي. لو أنهم انقلبوا علينا، دعني أترك الكلمة الآن إلى الأستاذ الحربي، عفوا عن المقاطعة أستاذ محمد العسل. لكن لم يقبلوا بأحد. اليوم أكثر من 6 مليون مهجر يمني، أكثر من 7 مليون. دعنا نترك ما بقي من دقائق إلى الأستاذ الحربي، عفوا عن المقاطعة أستاذ محمد العسل. طبعا نبقى في سياق دائما الدور الصيني، ما رأيك؟ كيف تتوقعون للصين أن تكون فاعلا في هذه الأزمة؟ الصين بدأت أعتقد مرحلة جديدة في سياسة الخارجية. ما في شك أنه هي من راعت الاتفاق بين الرياض وطهران في 10 مارس، وكان مفاجأة. وجوزيف ناي وهو من المفكرين الأمريكان تكلم عن شي جين بينغ أنه يستطيع أن يلعب دور ثيودور روزفلت 1905 عندما قام بوساطة بين الروس واليابانيين وحصل على جائزة نوبل. الصين الآن تغيرت سياساتها الخارجية. لم في السابق كانت الصين لا تنخرط في الملفات السياسية الشائكة. أعتقد أنه نحن الآن في مرحلة جديدة. الصين تسعى جاهدة الآن لأن تلعب دور الوساطات بشكل إيجابي في العديد من المناطق في العالم، وهذه مرحلة مهمة، وهي أيضا لها هناك اتفاقية مع إيران ب 400 مليار دولار لمدة 25 سنة، فلديها أيضا مصالح كبيرة. هناك مصالح كبيرة بين الصين وإيران، وبالتالي تستطيع أن تلعب دور ضاغط. بس اسمح لي في الأخير أن أقول أمر مهم. أعتقد أنه يعني حتى على المسؤولين اليمني هناك اختلاف بين أن يكون حوارك السياسي وبين أن تشخص المشكلة. أنا أعتقد أنه وجهة نظر الانقلاب الحقيقي اللي حدث في تراجع الحوثي هو خسارته لمعركة مانب، التي أعتقد أنها شكلت مرحلة مهمة أنه أدركت الحوثي وإيران أنه لا يستطيعون الذهاب بعيدا في المسألة العسكرية. ولأول مرة مسؤول الحوثي كان يتحدث لوكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس أنه خسائرهم في معركة مانب كان يتجاوز 15 ألف قتيل.
أشكرك جزيلا الشكر المحلل السياسي الأستاذ منيف عماش الحربي، كنت معنا مباشرة من الرياض عبر خدمة زوم، شكرا جزيلا على كل التفاصيل. كما نشكرك جزيلا الشكر وكيل محافظة ريما السيد محمد العسل، كنت معنا من القاهرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لكما ضيفي مشاهدينا. ختام نبض العالم لهذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.